مغامرات سنان وحنان مجموعة قصصية علمية مصورة للأطفال، نسعى من خلالها إلى تثقيف الطفل وتوسيع مداركه وتشجيعه على اكتساب المعرفة والتأمل فيما يحيطه من أسرار وتساؤلات، من أجل تكوين جيل يواجه تحديات العصر ومتعلم ومثقف. في القصة الأولى الملاهي والجاذبية نسلط الضوء حول الإجابة على تساؤل مهم: لماذا نمشي على الأرض بثبات ولا نطير بدون وسائل مساعدة؟ وعندما يختل توازننا نسقط إلى الأسفل وليس إلى الأعلى. وما هي الجاذبية الأرضية؟ في القصة الثانية احتلال البلاستيك نتكلم عن مادة البلاستيك أو اللدائن التي تغزو حياتنا وتحتل أغلب استعمالاتنا اليومية، حيث قدمت البشرية أنماطا إيجابية من وسائل الحياة وأدوات المعيشة حتى بات من الصعوبة بمكان الاستغناء عنها، وكذلك أيضا صعوبة التخلص منها وتأثيرها السلبي على البيئة الطبيعية والصحية. في القصة الثالثة المخلوقات المضيئة نذكر فيها مثالا بسيطا عن بديع خلق الخالق في خلقه وأعجازه اللامتناهي جل وعلا. ففي كل يوم يكتشف الإنسان لغزا في مخلوقات الله حير العلماء، ويقضي مدة في البحث والتقصي ليست بالقصيرة لحله، وما يزال العلم في بعض البحوث قاصرا عن الوصول إلى نتائج نهائية. في القصة الرابعة النخلة ونواتها نشرح فيها بشكل محبب للأطفال عن أول شجرة استقرت على وجه الأرض وحملت أسرارا وحقائق ليست موجودة في غيرها من الأشجار، وباركها الله بعاطر الذكر في أكثر من آية في القرآن الكريم، واقترن ذكرها بسيرة الأنبياء عليهم السلام، وكان لها بإذنه تعالى فضل التداوي والاستشفاء على صحة الإنسان. مجموعة مغامرات سنان وحنان العلمية قصص علمية تثقيفية تزدان بها مكتبة صغاركم. دمتم وأولادكم بكل الخير والسعادة.